5 يوليو تاريخ محفور في قلوب كل الفلسطينيين، لأنه تاريخ استقلال أحبابنا وأشقائنا في دولة الجزائر العظيمة. فرحة كبيرة تعم فلسطين بأكملها وخاصة القدس الشريف. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناتي أنا حسام الحاج. برحب بكم أحبابي الفلسطينيين في كل مكان، والعاشقين للقضية الفلسطينية أينما كانوا وعلى مدار الوقت، والمؤمنين تماما بأن الاحتلال الصهيوني سيزول بإذن الله تعالى مثل أهلنا وأحبابنا في دولة الجزائر العظيمة. أحبابنا، هذا العلم هو لدولة مشرفة، دولة يفتخر بها الشعب الفلسطيني، دولة عندما نتحدث عنها وكأننا نتحدث عن فلسطين، دولة يعشقها كل فرد فلسطيني منذ أن يولد الطفل الفلسطيني، وهو يعرف محبة الجزائريين للفلسطينيين والعكس تماما. هذا الحب الذي خلق داخل الروح وداخل القلب. اليوم نصادف 5 يوليو 1992. طبعا هذا التاريخ بالتحديد هو تاريخ استقلال أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ونحن نعرف أهلنا في الجزائر كيف واجهوا هذه الحرب، وكيف قدموا من شهداء وقدموا من أسرى، وكان لهم انتصارات عظيمة. حطوا في بالهم النصر وانتصروا على الاحتلال الفرنسي، وخلوا يهرول من الأراضي الجزائرية ويخرج إلى ما كان له بين الجزائريين. دوما تأكد أحبابنا الكرام أن الدولة التي على حق والدولة التي لها الحق في بلادها فلا احتلال ممكن أن يهزمها، وبإذن الله كما أتى الاستقلال لأهلنا في الجزائر سيأتي لأهلنا في فلسطين، وستحرر فلسطين من دنس الاحتلال الصهيوني بإذن الله تعالى، ولا مكان للصهاينة. وسنصلي نحن وأهلنا في الجزائر في القدس وفي باحات المسجد الأقصى. أحبابنا الكرام، في فيديو هذا اليوم أتينا لكم نبارك لكم هذا النصر، نبارك لكم هذا اليوم. طبعا نحن يأتي هذا اليوم في أيام مفترجة، ألا وهي أيام ذي الحجة، هذه الأيام المفترجة، هذه الأيام المباركة. حق لنا لأن نفتخر ونعتز بكم، حق لنا لأن نحتفل بكم، حق لنا لأن نساندكم بالكلمة ولو على الأقل، حق لنا أن نوجه لكم كل التهاني وكل التبركات بمناسبة استقلالكم. كل عام وأنتم أحرار، كل عام وأنتم أبطال، كل عام وأنتم شجعان، كل عام وشهدائكم في الجنان، كل عام وأسراكم بين أيديكم، كل عام والجزائر بألف خير، كل عام وشعب الجزائر بألف خير. والله من قلوبنا نفرح لكم، والله من قلوبنا نعزكم، والله من قلوبنا نودكم، والله من قلوبنا نحترمكم ونفتخر بكم ونعتز بكم. والله أنتم تيجان على رؤوسنا ووسام شرف على صدرنا. شوفوا، أنا كفلسطيني من أول ما بلشت المحتوى بلشت عن أهلنا في الجزائر وعن الدول العربية، ولكن اخترت لأن أتحدث دوما عن أهلنا في الجزائر، لأنهم والله هم فعلا أحباب الفلسطينيين، لأنهم والله نعتز ونفتخر عندما ننطق فقط باسم الجزائر، ننطق ونقول ها هي الجزائر، ها هي الجزائر، ها هي الجزائر. والله نعتز بحبكم لفلسطين، فحق لنا هذا أقل شيء أن نقدم لكم ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الاستقلال وبمناسبة ذي الحجة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. نحن على أبواب عيد الأضحى، فكل عام وأنتم بألف خير. والله نسأل الله، ونحن متأكدين أنكم كما تفرحون في هذا اليوم المبارك تتمنون لأن تكون فلسطين في هذه الأجواء أيضا، وبإذن الله ستكون فلسطين قريبا، وإنه لنصر قريب بإذن الله تعالى لفلسطين كما أتى لأهلنا في الجزائر. في هذا المطاف أحبابنا الكرام حبينا نفرجيكم الفلسطينيين كيف احتفلوا في هذا اليوم المبارك، وكيف كانت احتفالاتهم داخل الأراضي الفلسطينية وفي غزة بالتحديد. حبينا نشوف نفرجيكم كيف الفلسطينيين فرحانين، كيف الفلسطينيين مبسوطين، وكيف رفعنا علم الجزائر في القدس احتفالا بهذا اليوم المبارك. تعال أحبابنا مع بعض نشوف كيف الفلسطينيين احتفلوا في فيدي لهم وكيف رفعنا العلم. طبعا احنا رحنا على القدس ورحنا عملنا تجربة اجتماعية رفعنا فيها علم الجزائري أمام المحتل، طبعا حتشوفوا في هذا الفيديو، وللي حاب يشوف الفيديو كمان موجود في الوصف لحاله، وحتشوفوا في هذا الفيديو كيف رفعنا هذا العلم أمام المحتل الغاشم الذي يعتقد أنه
فيش فلسطين يجرؤ أن يعرف على العالم الجزائري، ولكن نحن نجرؤ ونفعلها من أجل أهلنا في الجزائر، ونقدم دماءنا رخيصة لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. طبعا حبابنا الكرام حنترككم مع الفيديوهات اللي حتشوفوا فيها كيف احتفل الفلسطينيين وكيف رفع العلم الجزائر في فلسطين، ونحن والله نعتز ونفتخر بكم. في نهاية هذه الحلقة وفي نهاية هذا المطاف، وقبل أن نترككم مع الفيديوهات، نتمنى أن الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ونعتز ونفتخر بدعمكم لي، نفتخر ونعتز بدعمكم لإبل فلسطين. والله أنتم تجانوا على رؤوسنا، والله إني أحبكم بزاف على قولتكم، والله والله كما تقولون دوما أنكم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، نحن معكم ظالمة أو مظلومة. وكل عام وأنتم بألف خير. يوم استقلال الجميل بإذن الله تعالى، وستبقى الجزائر وفلسطين أحرار بإذن الله تعالى، وسيبقى هذا الحب دائم بيننا بإذن الله تعالى. كل التحية لكم، كل الاحترام لكم. إلى هنا وصلت حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكل التحية لكم من أرض غزة العزة ومن أرض القدس وأرض فلسطين. ولا أترككم مع الفيديوهات، كان معكم حساب الحاج، بأمان الله واستودعتكم ربي. العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم، لمن قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. يسعد صباحك يسعد مساكي، أرض الجزائر بعشق هواكي، اسأل التاريخ عن اللاجاكي، تشهد الشهداء برضك مدفونة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. شعبك الطيب يا هالجزائر، عيش بمحبة مع طير الطاير،
فلسطين دمي عشق الجزائر. اسألوا عنها الشهداء المليونة، فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا تنعاني وفيهم بفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء لابن فلسطين حسام الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. واللي عاديكي مقبور بأرضك، اسأل التاريخ عن عادي مرك، تمحق الغازي وترد العادي، فلسطيني حبك شعبك ميهانة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا تنعاني وفيكم مفاخر. يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم.